أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من برنامج الكرمة المباشر. طلب الشاعر والتر سكوت المشهور القصصي المعروف وهو على فراش الموت من صديقه أن يقرأ له في الكتاب، وإذ كان يملك مكتبة كبيرة جدا بها أكثر من 20,000 كتاب، تحير صديقه وقال له: أي كتاب تقصد؟ أجابه الشاعر: عندما نشير إلى كتاب بكل احترام ونقول الكتاب فلا نقصد إلا الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس هو السيف الذي يحطم كل شك وظنون، وهو المطرقة التي تحطم كل شر ومجون، وهو البوصلة والمنارة التي تقودنا إلى أحضان الآب الحنون. الكتاب المقدس هو من أكثر الكتب، بل هو الكتاب الوحيد الذي تعرض لهجوم شديد على مدى العصور والأزمان، لكنه بقى قويا شامخا يغير في حياة الملايين، وهو لا يتغير. تعرض الكتاب المقدس وكما تعودنا إلى هجوم كثير، فمنهم من قال: هل كل كتاب هو موحى به من الله؟ وأيضا تساءل كثيرين: يا ترى هل هو وحي إملائي لفظي أم هو وحي معنوي؟ أيضا سنتناول بالشرح الكثير من الموضوعات الهامة. سنتكلم عن عصمة الكتاب المقدس، هل كل كتاب معصوم من الخطأ؟ ولماذا نحن المسيحيون متمسكين بالعهد القديم كما نتمسك بالعهد الجديد؟ أيضا لماذا نؤمن بأكثر من إنجيل؟ وأيضا هل تعرض الكتاب المقدس للتحريف؟ وما مدى رمزية الكتاب المقدس؟ ويا ترى الكتاب المقدس ما علاقته بالعلم الحديث؟ أسئلة كثيرة وهامة. يسعدني ويشرفني يكون معانا مش في الاستوديو لكن هو عبر برنامج زوم، نشكر رب جدا لأجل التكنولوجيا الرائعة، بيسعدني ويشرفني يكون معايا ضيفا غالي جدا على قلبي وعلى حياة الكثيرين حول العالم، الرب استخدمه في خدمات عديدة وعديدة وما زال يستخدمه، وبنشكر رب أنه هيستخدمه اليوم في وسطنا. هو خادم الرب ورجل الله الأخ يوسف رياض. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أختي لدي، مبسوطة جدا تكون معايا في موضوع هام جدا وعن الكتاب، وأقصد بكتاب هو الكتاب المقدس. ولطالما حضرتك كنت في برنامج بيعرض على شاشات قناة الكرم اسمه كل الكتاب، نشكر رب جدا لأجل البرنامج الرائع دوت ومقدمه طبعا الأخ عياد ظريف. رب يستخدمكم كلكم لمجد اسمه وامتداد ملكوته. في البداية الكتاب بيقول لنا من تيموثاوس الثانية 3:16 بيقول: كل كتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. في البداية نحب نسأل يا ترى بيقصد إيه بكلمة كل كتاب، لأن الآية دي مكتوبة في العهد الجديد، هل يقصد بكل كتاب على العهد الجديد فقط أم العهد القديم أم كلاهما معا؟ هو طبعا يقصد الأمرين معا، العهد القديم والعهد الجديد، مع أن القرينة المباشرة هي أسفار العهد القديم، لأنه بيقول قبليها مباشرة لابن تيموثاوس وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادر أن تحكمك للخلاص. طبعا منذ الطفولية تيموثاوس كان بيعرف إيه أسفار العهد القديم، لأن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد، فهو يقصد أسفار العهد القديم. لكن الشيء الرائع أن العهد القديم والعهد الجديد معا كونوا لنا مش كتب لكن كتابا واحدا، قال عنه كل الكتاب موحى به من الله. صحيح جدا، إذن كل كتاب بعهده القديم والجديد هو بيسمى كل الكتاب. نعم. في بطرس الثانية 1:20 الكتاب بيقول بيقول أنه كتبه أناس الله القديسون. ونحن نعرف أن فعلا أسماء كثيرين جدا جدا، أنبياء كثيرين في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد، ذكر الكتاب المقدس أسماء وأسفار لها أسماء، سفر أشعياء، أرميا، دانيال، بأسماء الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء هم الكتبة الحقيقيين الكتاب المقدس؟
عندما يذكر الكتاب اسمه فهو فعلا كاتبه، لكن عندما لا يذكر الاسم زي مثلا بعض المزامير المجهولة النسب، فالمفسرين بيستنتجوا من موضوع المزمور من هو كاتب هذا المزمور نفسه. لكن شكرا لله معظم الأسفار اللي عندنا احنا عارفين مصدرها، فمثلا أسفار موسى الخمسة، ثم بعد ذلك النبوات لها أنبياء كتبوها، الأناجيل منسوبة إلى أشخاص، وهكذا. إذن الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس هو الروح القدس. الروح القدس، ونحن تمام. نؤمن أن الروح القدس هو الله. إحنا مش بنقول أن الروح القدس أقل، زي ما في ناس بيقولوا ده قوة، ده مجرد ملاك، أسماء كثيرة جدا، لكن إحنا بنؤمن أن الروح القدس هو الله. ياريت حضرتك تدينا آية حتى واحدة بس من كتاب تقول أنه الروح القدس إحنا بنؤمن بيه أنه هو الله. لو رجعنا إلى سفر أعمال الرسل أصحاح 5، نلاقي أن الرسول بطرس قال لحنانيا: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. صحيح. أفتكر الآية دي واضحة لما يقول له أنت بتكذب على الروح القدس، وبعديها مباشرة أنت كذبت على الله. من هنا نفهم أن الروح القدس هو الله. صحيح. رغم أن هذا الموضوع يعني آلاف الآيات تثبت وتبرهن ذلك. بالتأكيد فعلا، وزي ما حضرتك عارف في يوحنا 5:7 بيقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وأولئك الثلاثة هم واحد. فإذا مهم قوي نعرف أن الروح القدس هو مش قوة زي ما ناس بتقول، ولا ملاك، ولا أي حاجة أقل من كلمة رب من الله، لكن هو الله، هو الأقنوم الثالث، ودي حاجة فعلا معروفة. طيب عندنا فعلا سؤال يمكن في ناس بيسألوه، وأحيانا احنا مش بنعرف نرد عليه. بيقولوا كده، بيقولوا هو مش المسيح نزل عليه إنجيل واحد؟ انتوا ليه عندكم أربع أناجيل؟ المقولة الأولى خطأ، فالمسيح لم ينزل عليه إنجيل، ولا المسيح أتى من السماء لكي يكتب إنجيل، بل المسيح أتى من السماء ليكون هناك إنجيل يكتب. فالمسيح مش كاتب الإنجيل لكن موضوع الإنجيل. وكلمة إنجيل بالمناسبة يعني خبر صار. صحيح. كتابة الخبر الصار ينفع في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يقدروا يكتبوا لنا خبر صار ياخدوه من عند ربنا. لكن اللي يعمل خبر صار لخطاط لكي يقبلوا عند الله، كيف الخاطئ يقبل عند الله؟ بلغة أيوب: كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ المسيح جاي يحل الأحجية دي. فجاء المسيح لا ليكتب إنجيلا، بل ليكون هناك إنجيل يمكن للبشر أن يكتبوه وأن يذيعوه ويبشروا به. لكن احنا بنلاحظ أنه في أربع أناجيل وما اسمهمش إنجيل المسيح، اسمهم إنجيل مرقس، لوقا، يوحنا، فإذا أسامي كتيرة جدا لكن مش مكتوب إنجيل المسيح. طب إزاي أنتوا بتؤمنوا بأناجيل مختلفة مش إنجيل المسيح؟ وده سؤال بيتقال لنا. في الحقيقة الإنجيل له مسميات عديدة، فنقرأ عنه مثلا إنجيل الله، ويتقال عنه إنجيل المسيح في رومية أصح 1:16: لست أستحي بإنجيل المسيح. زي ما قلنا الله مصدره، فلذلك هو إنجيل الله. المسيح موضوعه، لذلك هو إنجيل المسيح. أما كتبت البشائر، لا، مش المسيح اللي كتب، ولم يأتي المسيح ليكتب زي ما قلنا، لكن ليكون هناك إنجيل يمكن أن يكرز به وينادى به في كل العالم. كتبت البشائر 4، وعشان كده البعض يفضل مش نقول إنجيل مرقس وإنجيل متى، الإنجيل بحسب متى، الإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل بحسب يوحنا. إذن كتبه أناس الله قدسون، لكن الكاتب الحقيقي هو الروح القدس زي ما حضرتك كنت بتقول، وأيضا زي ما حضرتك كنت بتقول أنه متى، مرقس، لوقا، ويوحنا هم كتبه، لكن الكاتب الحقيقي هو الروح القدس. وأيضا في إنجيل مرقس 1:1 بيقول: بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله.
إذن كلمة إنجيل ذكرت في الإنجيل طبعا، وأيضا كتاب الرب يسوع شخصيا قال كمان أيضا قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وأمنوا بالإنجيل. إذن كلمة إنجيل دي إحنا ما اخترعناهاش، لكن هي مكتوبة أصلا في الإنجيل، وهو في الأول في الآخر هو إنجيل يسوع المسيح، كتب عن يسوع المسيح. تمام. طيب سؤال يعني هام، تفضل. يمكن أضيف حاجة صغيرة بس، أن كلمة إنجيل ليست عربية. كلمة إنجيل مصدرها يوناني إيفانجيليون، ومعناها بشرة، بشارة، خبر صار. فهذه الكلمة يعني لازم التنويه أنها كلمة أصلها يوناني تعني خبر صار وبشارة مفرحة. صحيح صحيح. إذن الخبر الصار دوت والبشارة المفرحة كل كاتب اتكتب عنه كتب عن المسيح بطريقة معينة، لكن في الآخر هم كلهم بيتكلموا عن حاجة واحدة وموضوع واحد، هو موضوع يسوع المسيح وأيضا حياة يسوع المسيح وموته وقيامته وصعوده. لكن يا ترى الكتاب المقدس كل كتاب وكل كاتب بيكتب كتاب علشان خاطر يقول حاجة معينة للناس. طب يا ترى الكتاب المقدس ليه اتكتب؟ إيه الهدف من كتابته؟ كان بيعالج أي مشكلة أو أي قضية أو أي أزمة عشان يكتب كتاب بالحجم دوت وعلى مدى 1600 سنة وكتبوه أكثر من 40 كاتب؟ بيعالج إيه؟ هو عايز يقول لنا إيه في اختصار؟ الكتاب المقدس كله بيقول إيه وبيشاور على إيه؟ وإيه القضية اللي عايز يحلها؟ يعني كون الله أدانا كتاب، أنا بشوف فيها بداية حب الله للبشر. كان ممكن الله يسيب البشر، ماذا يحتاج الله من الإنسان؟ يقدر الإنسان يفيد الله بإيه؟ لكن الله بيحب البشر، وهذه المحبة معلنة في الكتاب المقدس بأساليب وطرق لا حصر لها. أعتقد أن البداية أن الله كان متواصل مع الإنسان، كان يريد أن يتكلم إليه وأن يسمع منه، وده بنشوفه من أول أصحاح في الكتاب المقدس. تكوين واحد نقرأ قال الله 11 مرة. رقم 11 بالمناسبة هو رقم النغم، لأن كل الأوتار الموسيقية مضاعفات الرقم 11، وكون الله 11 مرة في سفر التكوين أصح واحد يتكلم، هذا معنى أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان. وعشان كده كتاب عظيم كبير، هو في الحقيقة مش كتاب، إنجاز أن أقول هو مكتبة تحوي شريعة وشعب، تحوي تاريخ ونبوة، تحوي قصص وليس أساطير. إذن الكتاب المقدس بركة عظمى أعطاها الله. بلغة إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي قال أعظم عطية أعطاها الله للبشر هي الكتاب المقدس. بالتأكيد هي أعظم عطية، وزي ما حضرتك عارف في البداية كان فعلا أما سقط الإنسان ابتدى الله يعمل يدبر أمر خلاصه. فإزاي كان الخلاص والدم كان من أول الكتاب لآخر الكتاب؟ عايزين نفهم إيه اللي ابتدى وإيه المشكلة الأساسية، مشكلة الإنسان اللي الكتاب المقدس حلها، ويا ترى حلها إزاي؟ يعني بداية قبل ما أرد على سؤال حضرتك أقول فضل. لما سقط آدم، مش آدم اللي جري على ربنا يعتذر له، لكن الله هو الذي أتى ينادي على الإنسان، آدم أين أنت؟ ولما أخطأ قايين، مش قايين اللي راح لله يعتذر له أنا أخطيت وقتلت أخويا، لكن الرب هو اللي بيدور على قايين الشرير، بيدور عليه. وده بيورينا أن الله يهمه مش عايز يهلك حد، لا يصر بهلاك الخاطي، بل بأن يرجع عن طريقه الرديئة فيحيا. يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ومن ضمن روائع الكتاب المقدس، روائع الكتاب المقدس أن طريق الخلاص محدد منذ بدايته في الذبيحة. آدم حاول يعالج مشكلة عريه بورق التين، ودي محاولة تصور لنا محاولة التدين. كل واحد بيحاول يستر عورته وعيوبه عن عيون الناس، لكن هذه لا قيمة لها عندما يأتي الله. مش هيقول الإنسان غير زي ما قال آدم، لأني عريان فاختبأ. لكن الله كان عنده العلاج في ذبيحة ذبحها وسلخ جلدها وكسى آدم
وامرأته بجلد الذبيحة. وده المبدأ اللي اتحط في تكوين 3، ونلاقيه بعد كده على مدى سفر التكوين، ونلاقيه أيضا على مدى العهد القديم كله. ثم فهمنا مين الذبيحة، مش مجرد خروف أو تيس يتذبح أو تور، لكن كان المقصود من وراء هذا السيستم، النظام بتاع كل العهد القديم، هو مجيء المسيح وموت نيابة عننا، زي ما اتضح في الأناجيل واتشرح في سفر الأعمال، ثم الرسائل أكدت على الأمر، وفي النهاية سفر الرؤيا يختم لنا أن طريق الخلاص الوحيد هو دم الحمل. صحيح، ويمكن الكتاب بيأكد كلام حضرتك، بيقول في عبرانيين 9:12 بيقول: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. إذن الكتاب خط دم من البداية حتى فعلا نهاية الكتاب في رؤية، مهم قوي خط الدم، لأنه بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. صحيح. ومشكلة المشاكل هي الخطية للإنسان، هي اللي فصلتنا عن الله. الله حلها في الكتاب المقدس بموت ابنه وعلى الصليب من أجلنا. نرجع تاني لعنوان الحلقة. بيقول عنوان الحلقة: كل الكتاب هل هو موحى به من الله؟ فكرة الوحي في المسيحية مختلفة عن الوحي في الأديان الأخرى، فيا ترى هل هو وحي لفظي إملائي أم هو وحي معنوي يدي الفكرة والمضمون وبيسيب الكاتب يصيغ الفكرة زي ما هو عايز؟ عايزين نلقي الضوء على فكرة الوحي في الكتاب المقدس. فكرة وحي الكتاب المقدس بنشوفها في آية مشهورة ذكرت في أثناء الحلقة في تيموثاوس 2:3-16: كل الكتاب هو موحى به من الله. هذا التعبير موحى به من الله في اللغة العربية 4 كلمات، بينما في اللغة اليونانية التي كتب بها أصلا العهد الجديد كلمة واحدة: ثيو بنوستوس. ثيو الله، بنوستوس أنفاس. وكأن الكتاب المقدس من هذه الآية في مساوس 2:3-16 تعني أن الكتاب المقدس هو ذات أنفاس الله. وأذكر المشاهد العزيز بما حدث في سفر التكوين أصحاح 2: شوية طين شوية تراب جبالهم الرب، وبعدين مش بس طين وتراب، الإنسان طبعا من تراب، لكن نفخ الرب الإله في هذا التكوين من الطين اللي هو آدم، نفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. بمعنى شوية طين اتحط عليهم نفس من عند ربنا بقي إنسان، تخيل إلى أي حد. هكذا كلمة الله تيجي على الإنسان الميت بالخطية بالذنوب والخطايا، وبمجرد ما يفتح قلبه لهذه الكلمة ينال الحياة. المسيح قال كده: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الرسول بطرس قال للمسيح: إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. المسيح قال: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. إذن مهم قوي نعرف أنه هو الكتاب المقدس، هو الله هو اللي كتبه، لكن عايزين نعرف إيه دور البشري في الموضوع. يعني هل كان وحي إملائي بمعنى أنه الروح القدس بيتكلم وبيملي كلمة كلمة وحرف حرف للكاتب للي بيكتب للي هم الأنبياء، ولا كان بيحصل أنه هو بينزل عليه زي إلهام كده زي الشعراء والعارف حضرتك ما بيكون حد بينظم شعر، اللي بيحصل أنه هو بيكون بيقول حاجات بيجيله إلهام طبيعي فبيبتدي يكتب، أو بيبقى زي كأنه زي روبوت، كأنه إنسان آلي بيقعد يتملى الكلام؟ فهل هو الوحي بالطريقة دي؟ طبعا لا. يعني كل اللي حضرتك قلتيه من نظريات مضاد لكلمة الله. الكتاب المقدس لا يعلمنا بأي من النظريات التي ذكرتيها حضرتك، لكن أحب في البداية أوضح كيف أن الكتاب هو كلام بشر وكلام الله.
كيف أنه من عنصرين إذا جاز لي أن أقول، عنصر إلهي وعنصر بشري. وفي الحقيقة مش معضلة كبيرة، نحن الذين نؤمن بأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ففي كلمة متجسد اللي هو المسيح، وفي كلمة مكتوبة، وفي الحقيقة في تشابه كبير بين الكلمة المتجسد اللي هو المسيح والكلمة المكتوبة اللي هو الكتاب المقدس. أوضحت علاقة مقارنة بين الاثنين، هو أن المسيح عنصر إلهي وعنصر بشر. إزاي؟ قال الملاك جبرائيل للمطوبة العذراء مريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نفس الفكرة، الروح القدس حل على أواني الوحي فجعلهم يصيغوا كلاما من اختباراتهم الشخصية، من معارفهم الشخصية، من خبراتهم، هذا كله نسميه العنصر البشري. لكن الروح القدس حفظهم ومنعهم من أي خطأ، فالفكرة كانت من عند الله، الكلمات ذاتها كان من عند الله مسوقين من الروح القدس، وحاشا للروح القدس الذي هو الله أن يخطئ أي خطأ سواء علمي أو تاريخي أو جغرافي، بالإضافة إلى الرسالة الروحية التي قصد الله أن يوصلها للبشر. إذن الوحي هو الروح القدس كان بيقود الناس اللي بتكتب الكتاب بدون أي خطأ طبعا، لكن وده اللي هنتعرض ليه بعد كده، لكن أيضا بيسيبهم الصياغة بتاعتهم. طب ما ممكن يغلطوا في الصياغة أو يقولوا كلمة تكون بتدي معنى مش الروح القدس اللي عايزه، في الوقت ده إيه اللي بيحصل؟ ما هو زي ما قلنا، الروح القدس سيطر عليهم حفظهم من الخطأ، الله يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه لم يمنع تدخل العنصر البشري. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا واحد زي داود عمل خطية وحب يتوب، دي يعني تجربة اختبارية حياتية حقيقية لداود، فما كانش بيكتب عن واحد تاني، بيكتب عن نفسه. فمثلا أعوم في كل ليلة سريري بدموعي، دي اختباره الشخصي، لكن الروح القدس صاغه لكتابة هذا الاختبار عشان يوري المؤمنين على مدى الأجيال أن الخطية مش سهل، أن الخطية بتسبب الدموع والحزن، عشان كده الخطية زي ما قال لنا العهد الجديد خاطئة جدا. إذن الروح القدس يسيطر على أواني الوحي فيكتبوا اختباراتهم ومشاعرهم وإدراكهم معرفتهم، لكن لا يسمح لهم إطلاقا بأي مزيج من الخطأ فيما كتبوا. بالتأكيد يعني أخ يوسف، فعلا حضرتك اللي بتقوله ده صحيح جدا، لدرجة أنه في أشعياء النبي قال حاجات هو عمره في مخه أو في خياله ما تيجي، زي مثلا قال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ كيف تحبل العذراء وتلد ابنا؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل بعد كده. فإذا كتبها بالوحي، ويمكن ده التعجب منه سمعان الشيخ وقال: إزاي العذراء تحبل وتلد ابنا وهو بيكتب الآيات دي؟ إذا الروح القدس فعلا كان مسيطر سيطرة كاملة على الأشخاص اللي هم الأنبياء اللي كانوا بيكتبوا الكتاب المقدس، وفعلا حفظهم من الخطأ والخطيئة في هذا الوقت، وده هنتكلم عليه بعد شوي. يا ترى إيه الفرق بين الوحي والإعلان؟ كتير قوي بنسمع الوحي الإلهي والإعلان الإلهي، إيه الفرق بينهم؟ لو رحنا لكورنثوس الأولى أصحاح 2 هنلاقي إن هناك ثلاث حلقات مهمة جدا في كتابة الكتاب المقدس ووصوله إلينا وفهمنا له. زي ما قلت الكلام ده بنشوفه في كورنثوس الأولى أصحاح 2 لما نقرأ بدءا من عدد 6 بيكلمنا بداية عن الإعلان، ثم بعد ذلك يكلمنا عن الوحي، وأخيرا يكلمنا عن القبول أو الفهم. يبقى إذن في ثلاث حلقات مهمة جدا علينا أن نميز بينها ولا نخلط بينها. الإعلان نمرة 1، خليني بسميه أنه من فكر الله إلى فكر متلقي الوحي النبي أو الرسول
ده الإعلان. طيب الله أعلن له فكرة زي ما بيقول لنا هنا في الأعداد اللي قدامنا لما بيقول كده: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه لنا نحن بروحه. إذا كان حاجة لا تخطر على البال ولا حد سمعها ولا حد شافها، أمال هنكتب عنها إزاي؟ قال أعلنها لنا نحن، أواني الوحي أعلنها لنا بروحه. دي الخطوة الأولى. لكن لأن الموضوع قد يكون فوق مستوى الإنسان، فلو كتب ممكن يخطئ. لأننا لو كتبت في موضوع أنا ما فهمش فيه كتير قوي، يعني مثلا الانفجار الكبير مثلا، أدينا واحد بسيط من الناس البسطة شرحنا له النظرية، قلنا له طب اكتب اللي فهمته، لأنه ما فهمش قوي ممكن يكتب عك، يكتب كلام عكس الحقيقة. لذلك الروح القدس عصم أوان الوحي من الخطأ. ده اللي بيقوله لنا في الخطوة الثانية لما بيقول كده: التي نتكلم بها أيضا نحن أوان الوحي، نحن الرسل، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات أو موصلين الأفكار الروحية بكلمات من صياغة الروح القدس. وعشان كده لو واحد قال إن الكلمة دي مش صح مش دقيقة، إنه ينسب الجهالة ليس إلى إشعياء ولا إلى بطرس ولا إلى بولس، إنه ينسب الجهالة إلى الله الذي أملى الكتاب أو سيطر على أوان الوحي وهم بيكتبوا هذا الأمر. فضل خطوة أخيرة يذكرها في آخر أصحاح 2، وهو أننا لم نأخذ روح العالم بل أخذنا الروح التي من الله، روح القدس، لنفهم الأشياء الموهوبة لنا من الله. إذن عندنا إعلان ووحي وإدراك. إذن مهم قوي نعرف الفرق بين الإعلان والوحي والإدراك، عشان قدر نقدر وإحنا بنقرأ كتاب نقدر نكون بنميز إيه اللي حصل وقت كتابة الوحي، وإبليس ما يجيش يشككنا في كلمة الله أو أي حد تاني يجي يقول لنا ده مش كلام الله. إذن مهم قوي ندرك المواضيع ماشية إزاي. لكن أحيانا برضو هنرجع تاني الموضوع كتبت الوحي، لأنه ده حاجة مهمة قوي. دول الأواني اللي استخدمهم، وحضرتك قلت كده، الأواني اللي استخدمهم الله في كتابة وتوصيل كلمته لينا. ناس كتيرة تقول أنه إزاي واحد قاتل وزاني زي داود أو زي موسى هو شخص قاتل أو وكلهم فيهم خطايا، إحنا كلنا بني أدمي، إزاي الله يستخدمهم وهم خطاة بالمنظر دوت، يستخدمهم في كتابة أعظم كتاب معصوم من الخطأ؟ فعايزين نفهم إزاي. يمكن من كده جت فكرة أنه في ناس بتقول أنه الأنبياء معصومين من الخطأ علشان قطر هم بيتنبأوا بيكلموا كلام الله، لكن إحنا عندنا ما فيش عصمة غير الله. طب إزاي الله استخدم واحد زي داود ولا واحد زي موسى ولا أسماء كثيرة جدا وهم فعلا عملوا جرائم كبيرة جدا جدا، زي القتل وزي الكذب زي إبراهيم وزي فإزاي وإزاي الله حفظ كلمته تاني هنقول من الخطأ، لأنه دول خطاة فممكن يخطئوا، عايزين نفهم. طيب حضرتك أشرت إلى عدة مواضيع، يعني بداية أقول حتى الناس في كلامها بتقول من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، بتقول أيضا كل ابن آدم خطأ، ده الناس بيقولوا كده. الكتاب المقدس بيؤكد ذلك لما بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. طيب يبقى إذن بداية لو دورنا على واحد ما عملش خطية عشان يكتب الكتاب المقدس، لازم نجيبه بقى من المريخ ولا من حتة تانية غير خارج الكرة الأرضية، لأن كل ابن آدم ارتكب خطيئة. كلنا كغنم ضللنا. كلنا كغنم ضللنا. الحاجة التانية إنه هل الرب استخدم مجموعة من القتلة والسكرين لكتابة الوحي؟ هذا افتراء سيعطي كل مفتري
حسابا يوم الدين على ما افترى به على أناس أفاضل. زي ما قلت ليسوا معصومين، لكن مش قتلة ولا زنات. نمسك موسى. موسى قاتل؟ في الحقيقة أنا ما بشوفوش قاتل أبدا، ما بشوفوش كده. وما بشوفه إزاي؟ بشوفه رجل ثورجي، وياما الثورجية الثوار اللي بيمتدحوهم الشعوب ناس ربما قتلت الظالمين الذين يعني يفتروا على شعبهم. يعني لما بيقول كده أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، معناها إيه؟ معناها إنه لو ما يجي واحد مفتري يفتري على شعبي وأنا حاربته، ده معنى الشعر. أنا مش بقول إن إحنا منوافق على كده. المسيح قال لبطرس رجع السيف، الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. لا إحنا مش بنعلم، بس عايز أقول ليس موسى رجل قاتل، هو مش قتال ماشي يقتل في الناس، بالعكس ده رجل بيدافع عن المظلومين. لما رأى واحد مصري بيظلم أخوه العبراني غلي الدم في عروقه، وزي ما تقول يعني انتقم له. وفي نفس الأصحاح خروج 2 لما لقى رعاة رجال يفترون على شوية بنات ملوا الأجران وعايزين يسقوا غنمهم، جم الرجال طردوا البنات عشان يسقوا غنمهم. عمل إيه؟ ما وقفش يتفرج. يعني أنا لو مكانه هقول طب أنا مالي، يمكن أضرب كف على كف وأقول يا اللي افترى. لكن موسى رجل نبيل، زي الناس اللي بتوع العصور الوسطى اللي هم الـ الأشراف اللي كانوا ما يستحملوش الغلط وينصفوا المظلوم، الفرسان بتوع القرون الوسطى. كان موسى من هذا النوع، فدافع عن المظلومين اللي هم شوية بنات وهو ما كانش لي علاقة بيهم على الإطلاق. لكن ده يوريك مين هو موسى. بالنسبة لداود، أيوة أنا عارف أنه زنى، لكن عارف أنه تاب. وزي ما كنت بقول من شوية، واحدة من مزامير توبتي مزمور 6 أعوم في كل ليلة سريري بدموع. ياما ناس بتعمل خطية وتداريها، لكن لأن داود رجل الله عمل الخطية وكان بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. وأقول أيضا والرب لم يعفه من التأديب. صحيح. قد إيه تأدب طبعا. مش كده؟ يبقى إذن أن نقول أن الكتبة خطاط طبعا أصلهم خاطئ، لكن الله غيرهم. نعم غيرهم، عندهم زلات نعم، والله لم يسكت على زلاتهم لكن أدبهم عليها. صحيح جدا. إذن الله ما كانش موافق على الخطأ دوت، وهم تابوا. ده كمان يعني نقطة ان هم كمان تابوا. فإذن كمان الله في وقت زي ما حضرتك كنت بتقول روح القدس في وقت ما كانوا بيكتبوا الوحي الله حفظهم من الخطأ والخطيئة. فإذن ده حاجة مهمة قوي نعرفها. ومش غلط ان انا اغلط، لكن الغلط ان انا استمر على غلطي ولا اتوب. وإذا الله ممكن يستخدمني بعد ما أنا أغلط وأتوب، الله ممكن يستخدمني فأروع رسالة. فالله دايما إله الفرصة الثانية، مش بيحكم حكمه خلاص والموضوع انتهى على كده والإنسان اترفض من قدامه، لكن أما بيرجع ويتوب الله تاني بيستخدمه لمجد اسمه. لكن الكتاب المقدس أيضا يعني ما نقدرش نقول أنه هو بيحتوي على كلمات الله فقط. بنلاقي أيضا أنه قال الشيطان، يمكن الشيطان كان بيتكلم فيه في أيوب في أماكن تانية. أيضا الأشرار قالوا حاجات كتيرة. فإذا الكتاب المقدس مش بيحتوي بس على كلمات الله، ماذا عن كلمات الشيطان وعن كلمات الأشرار؟ هل هي أيضا موحى بها من الله؟ أيوه نعم، هي موحى بها من الله. وهنا نميز بين أمرين اللي احنا قلناهم من شوية، الوحي والإعلان. ليس بإعلان من الله ذكر الكتاب المقدس كلمات الشيطان أو كلمات الأشرار. ده مش إعلان من الله، لكن ده وحي. فسجل لنا أقوال الشيطان وأقوال الأشرار بوحي من الله. التسجيل كان بالوحي. صحيح. أما المادة ذاتها فهي
إنجاز أن أقول من وحي الشيطان ومن وحي الأشرار الذين يسلكون في طريقه. ده صحيح. لكن في ناس بتقول أنتوا ليه بتقولوا أن الكتاب المقدس هو معصوم من الخطأ؟ الكتاب نفسه ما ذكرش أنه هو معصوم من الخطأ، فهو ذكر بس أنه هو موحى به من الله، فكيف تقولون أنه معصوم من الخطأ؟ لا، في الحقيقة الكتاب قال أنه لا يتضمن أي خطأ على الإطلاق. هقرأ لك آية اتفضل وشوفي ماذا تقول هذه الآية. لما بيقول لنا كلام الرب كلام نقي مثل فضة منحوصة في الأرض سبع مرات. صحيح. هنا بيتكلم عن أنه زي الفضة اللي ممحوصة مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، سبع مرات، ورقم سبعة عند اليهود وفي الكتاب المقدس هو رقم الكمال. فلما تكون الفضة ممحوصة سبع مرات يعني ما فيهاش زغل على الإطلاق. وعشان كده إذا كنا بنقول أن الكتاب المقدس كتب بوحي من الله وتكلم أناس الله مسوقين من الروح القدس، هل الله يخطئ؟ هل الروح القدس يخطئ؟ ما هو ده الكفر ده بقى. إذن الكتاب المقدس لا يتضمن أي خطأ على الإطلاق، إلا إذا كان مثلا بيكلمنا عن كلام الشيطان، طبعا ده غلط ويبقى واضح إن ده كلام الشيطان، لكن التسجيل كان بوحي من الروح القدس. بالتأكيد هذا صحيح جدا. لكن عايزين نرجع ونقول إنه الكتب أو كل الكتب اللي في العالم كل واحد كتبها بلغة معينة، هل الكتاب المقدس اتكتب بلغة معينة لأشخاص معينين في وقت معين أم كذا لغة؟ الكتاب المقدس كتب بلغتين أساسيتين ولغة ثالثة فيها أجزاء محدودة جدا في سفر عزرة وفي سفر دانيال. العهد القديم بصفة الإجمال كتب بالعبري زي ما قلت، باستثناء جزء صغير في عزرة وجزء صغير في دانيال باللغة الأرامية. العهد الجديد كله كتب باللغة اليونانية، وده لحكمة. فاتكتب بالعبري لأن الله كان عنده في العهد القديم شعب اختاروا الله. ولما بيقول بولس في روميا أصح 3 ما هو فضل اليهودي؟ كثير على كل وجه. إيه فضله؟ أو أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. طيب صح. يبقى العهد القديم أعطي للشعب اليهودي لأنهم استؤمنوا على أقوال الله. العهد الجديد لأن الله بيبعث رسالة لكل العالم، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فكتب باليوناني. اللي قبل ما يتكتب العهد الجديد باليوناني كان اسكندر الأكبر غزا معظم بلاد العالم ونشر الثقافة الهيلينية أو الإغريقية. وكان في ذلك الوقت في العصر الرسولي وعصر المسيح اللغة اليونانية تشابه اللغة الإنجليزية اليوم. إذا أردت أن تجعل أي كتاب عالمي ترجمه للإنجليزي يصبح عالميا، لأن اللغة الإنجليزية تقريبا معظم شعوب العالم حتى اللي مش لغتهم الأولى يعرفوا إلى حد ما اللغة الإنجليزية. هكذا كانت اليونانية في العصور الثلاثة الأولى بتاعت المسيحية، لأن الله كان قصده يوصل البشارة إلى كل البشر بلغتهم. ونشكر الله من بعد ما بدأت الترجمة النهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى أكثر من 2200 لغة ولهجة، وده ما فيش كتاب في الكون ترجم إلى هذا العدد من اللغات الكثيرة للغاية. ده صحيح جدا، هو كتاب الكتب والترجمة بتاعته ما أخلتش بالمعنى وفصحته. أيوة. مش في لغته ولا صحيح. في السجع بتاعه، لكن فصحته وتأثيره، عايزين نقول مش فصحته صحيح. لكن تأثيره صحيح. تأثيره فعلا ما بيتغيرش، أما بيتغير من لغة للغة، ودي نقطة مهمة قوي قوي، حلو نحن نكون بنقول عليها. لكن أثناء قراءتنا أخ يوسف للكتاب المقدس بنلاقي أنه بعد ما حد بيكتب عن الله، أحيانا بنلاقيه بصيغة المتكلم بيتكلم أنه هو كأنه هو الله
بدل ما يتكلم على اسلوب الغائب بيتكلم باسلوب المتكلم، زي مثلا بيقول اشعياء بيقول مثلا والان يا بيت يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه له، لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا. هنا بيتكلم كانه هو الله، ودي شويه بتسبب شك للناس كتيره انه هو انت بتتكلم عن الله ولا انت بتتكلم كانك انت الله. وده سؤال مهم قوي، احنا هنتوقف احنا دلوقتي في نص الحلقه. في الحقيقه اخ يوسف حابين قوي نكون بناخد ترنيمه وهنرجع للسؤال المهم دوت، ازاي يكون بيتكلم عن الله وازاي بيكون بعد كده بيتكلم كانه هو الله. هو ده اللي هناخده هنعرفه بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل مع ترنيمه نرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا. الكلمة ثابتة ووعدك حق وانت على وعدك سهران، وكتاب بيقولنا وبيعلمنا وعندنا كلمة نبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مسلم. رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة الأخ يوسف رياض، بتشرف بيك، أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك. في موضوع حام هو عنوان حلقة اليوم، هل كل كتاب هو موحى به من الله؟ ومعانا اتصال من الأخت نيهال من لندن، أهلا بيك حبيبتي. والنعمة يا أخت ليديا، بضم صوتي لحضرتك وبشكر ربنا جدا من أجل التكنولوجيا اللي قدرت تباركنا بالبشمهندس الأخ يوسف رياض رجل الله المبارك، اللي أنا دايما بطلق عليه لقب أنه إنسايكلوبيديا متحركة. صحيح. فالرب يباركك ويملك دايما برسائل من عرش الله مباشرة لشعب الله في كل مكان. وطبعا شكر خاص لحضرتك يا أخت ليديا على اختيار موضوع اليوم، لأنه فعلا ما أحوجنا أننا نتأكد في هذه الأيام العصيبة أننا نملك مواعيدا سمينة من كلمة الله الحية الخالية من أي خطأ، بل أقدر أقول بملء الفم أنها كلمة الله الوحيدة الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذي حدين، وأصلي من كل قلبي أنها تخترق كل مشاهد وتميز أفكار القلب ونيته. عندي سؤال واحد لو سمحتولي النهاردة. لو اتفقنا أن كلمة الله اللي هي الكتاب المقدس كتب من 40 كاتب على مدار 1600 سنة، وبالرغم من اختلاف الشخصيات دي لكن بنرى وحدة رائعة، وده شيء صعب جدا أننا نراه في نفس القصة من شخصين مختلفين، بنلاقي اختلافات واضحة في السرد، لكن روعة الروح القدس أنه بالرغم من اختلاف الكتاب لكن حفظ في وحدانية رائعة وأيضا معصومة من الخطأ زي ما حضراتكم تقدمتم وشاركتونا. لكن سؤالي أنا هنا النهاردة بخصوص الترجمات المختلفة، هل أقدر أقول إنها خالية من الأخطاء لأنها يعني من عنصر إنساني فقط، ولا العنصر الإلهي اللي هو الروح القدس كان موجودا أيضا وحفظ هذه الترجمات من الخطأ، وعلى أي أساس أقبل ترجمة وأرفض ترجمة أخرى؟ وآخر حاجة أحب أقولها مقولة سمعتها من أحد الخدام المباركين، إنه لما تحب تقرأ الكتاب المقدس ما تحاولش تغيره، لكن اخضع واسمح لي إنه يغيرك أنت. والرب يبارككم. امين امين. فعلا ما نغيرش الكتاب لكن نخلي الكتاب يغيرنا، ودي كلمه رائعه جدا من حضرتك. وسؤال هام يا اخ يوسف فعلا احنا كنا هنتطرق ليه لكن حلو قوي ان احنا نكون بنقوله. في الوقت الاخير ده فعلا لقينا في ترجمات فعلا فعلا بتغير في المعنى وبتبدل كلمات بكلمات، وللاسف بيغيروا حاجات في لاهوت المسيح. يا ترى ايه موقفنا تجاه الترجمات دي، واي ترجمة مهم ان احنا نكون بنعتمد عليها في الوقت ان في ترجمات كتيرة ودوشة كتيرة وازمات كتيرة، ايه الترجمة اللي نعتمد عليها تكون مصدر موثوق لكلمة الله؟ يعني حقيقة الترجمة اللي بين ايدينا بتاعت فان دايك يعني واحدة من اعظم الترجمات اللي في العالم، ودي من عطايا الله للشعوب العربية انه مديهم ترجمة رائعة ودقيقة، نظرا لأن الذين قاموا بها سواء فان دايك أو غالي سميث الاثنين كانوا ناس أتقية بتخاف الله، بخلاف اللي النهاردة بيقوموا بالترجمة وهم لا يخافون الله.
ويدسون السم في العسل، وحسابهم مع ربنا قريب جدا جدا. لكن عايز أقول مثلا لما نلاقي ترجمة بتكلمنا عن عيسى، مين عيسى ده؟ مين يعرفه عيسى ده؟ في الحقيقة احنا ما عندناش شخصية بنتعبد لها ونسجد لها اسمها عيسى. احنا نعرف شخص من أول العهد الجديد تدعو اسمه يسوع، وبيجيب لنا السبب، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فكلمة يسوع معناها الرب مخلص، لأنه هو يخلص، فتفيد لاهوت المسيح. كلمة يسوع تفيد لاهوت المسيح، وتفيد أنه المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. ليس اسم آخر أعطي بين الناس تحت السماء به ينبغي أن نخلص. ولما نوصل لفيليب 2 على سبيل المثال يقول لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة، فاللي هيسجدوا له قريب جدا، كل ركبة في السماء والأرض وتحت الأرض، هو يسوع. هو ده اللي احنا بنتمسك بيه، بخلاصه وبلاهوته. وأي ناس بتتاجر بأمور ربنا في الحقيقة يعني سيكتشفوا قد ايه هم ظلموا روحهم وظلموا الملايين من اتباعهم، وسوف يعطون حسابا عن ذلك بالتاكيد، لانه الكتاب المقدس قايل الكلام ده في نهايه سفر الرؤيا، قايل الكلام ده. هنتكلم على الموضوع ده اكتر بالتفصيل، لكن زي ما حضرتك كنت قلت وتفضلت انه فعلا في حاجات كتيره، ترجمات فعلا مختلفه غير الكتاب المقدس، غير اللي هو ترجمه فان دايك اللي في ايدينا، ومنها في ناس حذفوا أو غيروا أو حطوا بين قوسين. مثلا على سبيل المثال يوحنا الأولى العدد 5 و7 بيقول: فالذين يشهدون في السماءهم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. في اتشالت فعلا من تراجم في الترجمة العربية المشتركة والتفسيرية، في حذفوا وفي حطوا بين قوسين، وده احنا بنرفضه تماما. بل بالعكس، ده ابتدوا يعملوا انه في حاجات ابتدوا يحطوها بلون مختلف، وفي تاني بألوان تانية. اذا بيلعبوا في الكتاب المقدس، وده حاجة خطيرة جدا جدا. نتمنى ان الناس اللي بعدت عن كلمة الحق وبتغير في الكتاب المقدس ترجع وتتوب، لانه كتاب بيقول انه من يحذف نقطة او واحدة او حرف واحد يحذف الله اسمه من سفر الحياة. نتمنى التوبة والرجوع لكل حد بعد بعيد وحبي بسط الامور، لكن للأسف شال قدوس إسرائيل والكتاب المقدس. واضح جدا أنه الله هو الكلمة، ومهم قوي يكون يفضل والكتاب المقدس يفضل بين أيدينا، مش عشان نحن بس، عشان أيضا الأجيال اللي بعد كده كمان في أمانة لازم نوصلها، زي ما الأجيال اللي قبل كده وصلتنا للكتاب زي ما هو، إحنا كمان عندنا أمانة لازم نوصلها الأجيال بعد كده إلى مجيء المسيح. نرجع تاني للسؤال اللي كنا قلناه قبل الفاصل، وهو أنه أحيانا بنقول هكذا ومكتوب أنه هكذا تكلم الرب، وأحيانا بنلاقي أنه بدل ما الكاتب يقول بضمير الغائب أنه الله ده كأنه مش موجود أو الغائب، بيتنقل يقول أنه هو بيتكلم هو كأنه هو الله. هل ده بيغير من الوحي أو ده بيغير من كلام الله؟ في الحقيقة ده أنا بشوف فيها روعة من روائع الكتاب المقدس. الله يريد التواصل مع البشر، الله لا يستخدم أواني الوحي كآلة كتبة، لكن عاوزهم ياخدوا ويدوا معاه. الله بيدور على الإنسان. في إشعياء 1:18: هلما نتحاجج يقول الرب. وكلمة نتحاجج ناخد وندي مع بعضنا. في نبوة إشعياء، لو رحنا لإشعياء أصح 1، بيقول لنا كده في البداية: اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض، لأن الرب تكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. الله متألم زعلان لأن في ناس بتبعد عنه لضرر أنفسهم. لكن لما نمشي شوية نلاقي أن إشعياء تدخل في المحادثة، مش بس الله بيتكلم، لكن إشعياء يقول في عدد 9: لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. واضح ان انا مش المتكلم الله، مش الله لولا ان رب الجنود ابقى لنا، ده هنا إشعياء بيتكلم بلغة الأتقياء في زمانه: لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة
لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. إذن الله بيملي، والكتاب هو في مجمله كلمة الله، لكن الله ما عندوش مانع أبدا أنه المتلقي الوحي يحط مشاعره. على سبيل المثال زكريا 3، الرؤية الرائعة اللي شافها زكريا، وبعدين شاف يهوشع الكاهن العظيم وقف عن يمين الرب والشيطان عن يمينه لكي يقاومه، وبعدين الشيطان هزم والرب قال لينتهرك الرب يا شيطان أفليس هذا شعلة منتشلة من النار، والرب قال انزعوا عنه الثياب القذرة البسوه ثياب مزخرفة. وبعدين زكريا وهو واقف يشوف الرؤية قلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، وده اللي حصل، وكأن زكريا تدخل، لأن الله ما عندوش مانع أبدا أن الإنسان يشارك مشاعره من جهة خلاص النفوس ومن جهة تقوية وتعزية شعبه المؤمنين. ده صحيح جدا. إذن مهم قوي نعرف أنه هو الشخص ده اللي هو الكاتب أو النبي مش بيتقمص شخصية الله، لكن هو بيقول حاجة بطريقة بسيطة بحيث أنه الإنسان اللي قدامه يقدر يفهم ويستوعب الكلام اللي زي بيتقال والحوار كان شكله إيه بطريقة بسيطة. لكن أحيانا بنتساءل، هل يا ترى العصمة بتشمل الأمور اللاهوتية والعقائدية والروحية فقط دون الأمور التاريخية والجغرافية وأيضا العلمية؟ العصمة هنا بتبقى فين بالضبط؟ حاشا أن ننسب لله جهالة في أي مجال من المجالات. الله يعرف الجغرافيا أحسن من أي جغراف، أي أحسن من أي عالم، ويعرف الفيزياء ويعرف التاريخ. إذن الكتاب المقدس ليس كتابا علميا يشرح حقائق علمية، طبعا لا، لكن عندما يشير إلى أي من الحقائق العلمية فهو لا يخطئ. يعني مش هيقول لنا إن الأرض دي على ظهر سلحفة ومش عارف أربع فيلة بتشيل السلحفة، مش هيقول خرافات الهندوس. في الأمر في الآخر بينزل في بير حاجات كده بالظبط، الكلام ده مش هتلاقيه في الكتاب المقدس طبعا. بالعكس هتلاقي كلام في منتهى الوضوح والدقة، الجالس على كرة الأرض 700 قبل الميلاد إشعيا بيكتب ويقول كرة الأرض. مين كان عارف 700 قبل الميلاد إن الأرض كروية؟ دي ما لم تعرف إلا في القرن 16. يعني لأن الله لا يمكن أن يخطئ. لما يكلمنا عن التاريخ ما بيخطئش زي كثير من الكتب الأخرى القديمة اللي بتقول في التاريخ أي كلام في أي كلام. لا، كلمة الله لا يمكن أن ننسب إليه أي خطأ علمي تاريخي جغرافي أي من أي نوع. ده صحيح جدا. ويمكن أيوب برضو 26-7 بيقول يعلق الأرض على لا شيء، وأيضا في أيوب برضو 28-25 بيقول يجعل الريح وزنا ويعاير المياه بمقياس. كثير جدا جدا من أمور ما كناش نعرفها إحنا في العلم الحديث، لكن هي مكتوبة فعلا في الكتاب المقدس قبلها بآلاف آلاف السنين. إحنا معنا اتصال، معنا الأخت فريال من لندن. أهلا بيك يا أخت فريال. ألو أخت ليديا، سلام نعمة المسيح معك يا أختي الغالية ومع الأخ المبارك يوسف رياض. أنا أشكر الرب على الأخ المبارك يوسف رياض وعلى أمثاله اللي عمرهم ما يسامون على كلمة الحق، كلمة الله الباقية إلى الأبد، الأزلية والأبدية. وأنا أشكره من أعماق قلبي لأنه ركز على كلمة عيسى. الرب يباركك. فعلا أنا كمؤمنة مسيحية لا أعرف عيسى ولا أعترف بعيسى ولا أعترف بأنه هو الله الظاهر بالجسد. أنا أعترف بالرب يسوع المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر بالجسد. أخ يوسف رياض، المشكلة الأخرى اللي طلعت في الأيام الأخيرة الإنجيل الشريف، ما بعرف حضرات ما عجب الكتاب المقدس، كلمة الكتاب المقدس أو الإنجيل المقدس حتى يكتبون الإنجيل الشريف. هو أساسا كلمة شريف هي صفة تعطى للإنسان للشخص وليس لكتاب. ف
فما رأيك بهذا الجيل الشريف اللي أنا شخصيا لا أعترف به ولا أدخله في بيتي؟ الرب يحافظ عليك ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا أختي ليديا والرب يبارك. شكرا لك أختي أريال. يعني كان معايا سؤال إنه إيه رأي حضرتك في ترجمة معينة؟ إيه رأي حضرتك؟ أي واحدة فيهم؟ بتقول الإنجيل الشريف مكتار فعلا. فعلا هم كتار. الترجمات غير معصومة كلها بما فيها أعظم ترجمة زي ترجمة فان دايك زي ترجمة درب الإنجليزية، ما فيش عصمة إلا للوحي نفسه. لكن في ناس أمنة وناس غير أمنة. الأمين بيراعي الكلمة تماما، إذا كان لها أكثر من معنى بيذكر ذلك في الحاشية إنها قد تعني ذلك. صحيح. ده الأمانة. وأنا أتمنى إن اللي بيتعامل مع الكتاب المقدس يتعامل معاه بكل حذر وأمانة. يعني ماذا نقول لواحد بيحط السم في تانك اللي بيغذي المدينة بالمياه، كل الناس هتشرب منه وتسقي الزرع منه ويحط سم؟ في الحقيقة الذين يحرفون الكتاب المقدس عامدين هم أشر من اللي بيلوث تانك المية اللي بيسقي المدينة. نحن عندنا الكلمة الإلهية، وعلينا أن أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما. ربنا يساعدنا علشان نقدس الكتاب المقدس لأنه هو فعلا كلمة الله الكتاب المقدس. صحيح. إذن مهم قوي أن أنا أكون أنا بعرف أنا المصدر اللي أنا بستقي منه معلوماتي، كتاب المقدس ده فعلا الترجمة دي مظبوطة ولا لأ، على قد ما نقدر فعلا. هو فان دايك ده أكتر كتاب فعلا ملتزم بالترجمة، ده بالنسبة للي بيتكلموا اللغة العربية. وعايزين نقول برضو حاجة صغيرة، أنه في العهد القديم كان الرب بيقول كده برضو، بيقول لا تزيد ولا تنقصه، وبرضو كان بيقول برضو لا تزد عليه ولا تنقص منه، وبرضو بيقول كل وثائق حق إلى الأبد أسسها، برضو أيضا كلمة إلهنا تثبت إلى الأبد ساهر على كلماته لأجريها. وفي العهد الجديد بقى طبعا لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، وزي ما كنا بنقول في الآخر خالص في رؤية 22 من 18 ل 19 إن كان أحد يزيد على هذا، يقصد على هذا الكتاب، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. الرب يحمينا وفعلا يكون ده مصدر توبة لناس كتيرة قوي ضلت عن الطريق وحبت تفتكر ان هي بتعمل حاجة حلوة، لكن ده كلام الله، والله نفسه هو اللي ساهر على كلمته، والله عارف كويس قوي هيحمي كلمته ازاي توصل الملايين الملايين وتخلص الملايين حول العالم. كنا احيانا بيجينا سؤال وناس كتيرة بتقول انه احنا عندنا دلوقتي بعد العهد القديم في حاجة اسمها عهد جديد، والعهد الجديد ده فيه امور جديدة وحاجات رائعة جدا جدا لينا، فاحنا كفاية علينا نقرأ وندرس ونتأمل ونتفحص ونسمع كلام العهد الجديد، وتعالوا بينا نلغي العهد القديم. ايه رأي حضرتك؟ شر يعني رهيب. المسيح احترم الكتاب المقدس العهد القديم، احترمه في وهو طفل صغير كان قاعد وسط الشيوخ يسمعهم ويسألهم، كانوا بيتناقشوا في العهد القديم. صحيح. في لو أربعة لما رد على الشيطان كلها كانت اقتباسات من العهد القديم ومن سفر التثنية. لما قال لنا قصة الغني ولعازر قال لنا يا أبي إبراهيم ارسل لعازر لإخواتي، قال له عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم، قال له لا مش هيسمعوا منهم، قال إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. صحيح. ولما على الصليب اقتبس آيات من السفر المزامير ومن غيره، ولما قام من الأموات مشى مع تلميذي عمواس وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب لكتب العهد القديم. صحيح. لما نروح لرومي 15 كل ما كتب كتب لأجل إنذارنا، كل ما سبق فكتب في العهد القديم كتب لأجل إنذارنا
نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. في رسالة كورنثوس الأولى 10 أمور كثيرة أصابتهم وكتبت لإنذارنا. إذن الكتاب المقدس كله لنا. ولما الرسول بولس قال لابنه تيموثاوس كل الكتاب موحى به من الله يجعل إنسان الله كاملا. نحن لا نستغني مش عن العهد القديم ولا عن سفر واحد من العهد القديم ولا أصحاح واحد ولا آية واحدة ولا كلمة واحدة. لا ده الكتاب قال لنا ولا حرف واحد ما نستغناش عن حرف واحد ولا نقطة واحدة زي ما المسيح قال في موعظة الجبل. ده صحيح جدا أخ يوسف. إذن مهم الكتاب كله، كل كتاب هو موحى به من الله وكله مهم جدا جدا أن احنا نكون بنقرأ فيه وبندرسه وبنتعلم منه. لكن أحيانا في ناس بتقول أنه إله العهد القديم مختلف عن إله العهد الجديد. إله العهد القديم منتقم جبار، لكن إله العهد الجديد فيه رحمة وفيه، إحنا دلوقتي في عهد النعمة، فخلينا في العهد الجديد الحلو اللي فيه إلهنا بيحبنا حتى لو غلطنا، والعهد القديم خلينا بلاش منه علشان هو فيه شوية انتقام وفيه شوية مجازاة على طول فورية. فما رأيك؟ واحد من الأردياء في العهد القديم قال إن الإله بتاعهم إله جبال وليس إله أودية. في الحقيقة مفيش كلام زي كده. هو في حاجة اسمها إله للجبال وجلها للأودية، في حاجة اسمها إله للعهد القديم وإله تاني في العهد الجديد. هو الله هو كم إله بالظبط؟ إذا كان في إله عهد قديم وإله عهد جديد ما يمكن في إله كمان بتاع بكرة وبعده. الله منذ الأزل هو إلى الأبد أنت الله. فالله ما بيتغيرش، ليس عند الله تغيير ولا ظل دوران. يمكن واحد يقول بس إله العهد القديم كان صعب شوية. في الحقيقة احنا بنشوف نعمة في العهد القديم. أنا لما بنقرأ قصة رحاب الزانية إزاي تخلص الست دي، ورعوس المؤابية إزاي تخلص في الحقيقة بالنعمة. وفي العهد الجديد هل نجد نقمة؟ نعم بنجد نقمة. اقرأ مثلا لوقا 19 الآية 27، وأما أعدائي الذين لم يريدوا أني أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. في رسالة العبرانيين 10 فإننا نعرف الذي قال أترك للنقمة أنا أجازي يقول الرب. لما نروح لسفر الرؤيا كله مليان بضربات لمين؟ للذين رفضوا فرصة النعمة الحالية. النهاردة ربنا بيتعامل بالنعمة وإحنا كمان بنتعامل مع الناس بالنعمة. اتعلمنا الكلام ده من المسيح، وعشان كده استفانوس وهم بيرجموه ما قالش يا رب يتم نسائهم وسكل مش عارف، لا ما قالش كده، قال لا تقم لهم هذه الخطية. اتعلم ده منين؟ اتعلمه من المسيح. لكن أقول وماذا سيحدث للذين احتقروا نعمة ربنا؟ كم عقابا أشر. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. يبقى إذن في نعمة النهاردة، ياريت كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها، ولا سيما أننا في لحظاتها الأخيرة. أما الذي يحتقر النعمة في دينونة أشر من دينونة العهد القديم. فإذا كنت شايف أن إله العهد القديم غاضب، لا، إله العهد الجديد غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. بالتأكيد هناك مجازاة سواء بالمكافآت للي بيسمع ويعمل، وأيضا للي هو عاصي واللي بعد عن الرب ومصر أنه هو يبعد ويبعد ويبعد. لكن أحيانا في ناس بتقول أنه العهد الجديد اللي هو المسيح قال لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ودي حاجة جميلة قوي قوي المسيح قالها. لكن بنلاقي أنه المسيح فعليا ألغى الطلاق وخلاه فقط لعلة الزنا، جعل الزنا بالنظر، وأيضا لو أعصرتك عينك اقلعها، ولو أعصرتك يدك اقطعها، وألغى الذبائح اللي أمر بيها موسى. إذن هو غير، هو ما كملش، لا هو نقض حاجات كانت في الأول. في ناس بتقول كده، إيه رأي حضرتك؟
ناس مش فاهمة للأسف، لكن خلينا ببساطة نقول ماذا تعني أن المسيح كمل؟ هل تعني أنه أضاف؟ كلا، لكن تعني أنه كمل. نشوفها مثلا في بداية الأناجيل وفي ختام الأناجيل، هكتفي بدول. إنجيل متى أصح 1 و2 وإنجيل يوحنا أصح 19، في الثلاث فصول دول بنشوف حوالي 8 آيات هذا كان لكي يتم الكتاب القائل. فالمسيح لما أتى كانت النبوات بتشير إلى شخص سيأتي، فلو لم يأتي هذا الشخص لكانت النبوات تشير إلى فراغ. فالمسيح لما جاء لكي يتمم كل ما قيل عنه في النبوات وفي الناموس. عشان كده لكي يتم الكتاب مثلا في يوحنا 19 قال أنا عطشان، لأن في نبوة بتقول في عطشي يسقونني خل. طب في نبوة وما جاش حد عطش وادوله خل، يبقى إذن الكتاب لم يكمل. عندما جاء المسيح وقال فوق الصليب أنا عطشان فأدوله الخل، كان ذلك لكي يتم الكتاب. لما لم يكسروا سقاي ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. أما نروح بقى إلى الزنا والطلاق، في الحقيقة عشان نفهم الأمر ده خليني أقول حاجة، أن العهد القديم الإنسان كان تحت الامتحان، في العهد الجديد طلعت النتيجة أنه ساقط، لكن ربنا عنده نعمة ينجح الفاشل بالنعمة. أوضح كلام، العهد القديم لأنه امتحان فالرب جاب للامتحان أسئلة سهلة بحيث اللي يسقط معناها أنه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. لماذا سمح الله بالطلاق في العهد القديم؟ لأن ده فكره؟ لا مش فكره. لا هل في العهد القديم ما يؤكد أن الطلاق ربنا بيكرهه؟ في ملاخي أصحاح 2 لأنه يكره الطلاق. يبقى إذا الله في العهد القديم بيكره الطلاق، طب سمحت بيه ليه؟ يقول من أجل قساوة قلوبكم سمح لك. يعني لما يكون رجل قاسي ومش طايق مراته وما فيش طلاق، كان ممكن يعمل حاجة، كان ممكن يقتلها يخنقها بالليل. وطبعا ما كانش فيه بقى التحريات بتاعة القرن 21، وكان خلاص الست ماتت. فعشان خاطر أقل الأضرار سمح الله بالطلاق. بس جه العهد الجديد بقى، طب احنا احسن من العهد القديم؟ لا احنا مش احسن، بس احيا لا انا بل المسيح يحيا في. انتوا سمعتم انه قال لكم ما تزنوش، انا بقول لكم حاجه تاني، ما تفكروش تفكير بطال. سمعتوا انه قال لكم ما تحنثوش، انا بقول لكم ما تحلفوش ابدا وخلوا كلامكم دايما صح، تجنب الكذب. طبعا الناس النهارده بتعتبر ان الكذب شطاره وفهلوه. الكتاب المقدس لم يعلمنا ذلك، لا تكذبوا بعضكم على بعض. بالضبط. يبقى إذن العهد الجديد، يعني واحد قال إن العهد القديم قال لك امشي وانت مكسح مش قادر تمشي، العهد الجديد قال لك طير وادالك جناحات تطير بيها. صحيح. عشان كده سمعتم أن أقول تحب قريبك وتبغض عدوك، أنا بقول لك حب عدوك. طب ده معقول؟ يا ده نحكي لك قصص عن ناس حبت الأعداء وصلت لأجل المسيئين، والكتاب المقدس بيقول لنا إن استفانوس وهو بيطلع في الروح قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. ودي روعة كتابنا المقدس إنه بيغير القلب، مش بس بيدي وصايا لكن هو بيدي الإمكانية لتنفيذ الوصية من خلال سكنة الروح القدس جوه. صحيح. طبعا زي ما احنا عارفين في نبوات تمت، لكن لسه في نبوات لم تتم، ويمكن اكتريتها في رؤيا وفي منها في دانيال، وفي فعلا كتاب في نبوات لسه لم تتم. لكن لقينا في رؤيا يوحنا بيقول في 22:10 بيقول قال لي لا تختم على اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب. هل معنى كده انه لسه في نبوات هتتكتب تاني في الكتاب؟ الكتاب لسه ما خلصش؟ كلا. كلمة لا تختم نفهمها في ضوء ما جاء في نبوة دانيال. يا دانيال اختم، لأن مش الناس هتفهم دلوقتي،
ولسه بدري، في لسه 70 أسبوع بالإضافة إلى حوالي 2000 سنة تفصل ما بين الكلام ده ومجيء المسيح الثاني. لكن في سفر الرؤيا لا تختم. لو رحنا لرؤيا أصح 5 يقول كده: ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم، من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ يبقى إذن فك الختوم معناها أنه السفر مفتوح، لكن هنا لما يقول لا تختم معناها أنه مفتوح، تقدر تقرأ النبوات وتفهمها. زي ما قلت لما تروح لنبوة دانيال، ربنا قال لدانيال اختم السفر، مش هيفهموا النهاردة الكلام بتاع هذا السفر اللي جه في دانيال. ولما نروح لنبوة إشعياء برضو هنلاقي في إشعياء 29 كلام بيورينا إن الختم معناها إن لا أستطيع أن أقرأه. عشان كده بيقول لنا إن السفر يعطى إلى أشخاص ويقول له اقرأ الكتاب، صارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا، فيقول لا أستطيع لأنه مختوم. يبقى السفر المختوم محدش يعرف يقرأه. قال لنا ما تختموش سفر الرؤيا ليه؟ لكي نقرأه. ليه نقرأه؟ لأن الوقت قريب. يبقى إذن هنا لا تختم، ويقول لنا في عدد 10 من رؤيا 22 قال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. خلي الناس تقرأ وتعرف إن في غضب جاي، وتعرف إن في بركات جاية، عشان خاطر ما يبقاش عذر لأي إنسان كائن مكان. فعدم الختم معناها أن السفر مفهوم مفتوح، تقدر تقراه وتقدر تفهمه. أمين. إحنا معنا اتصال من الأخ نايف من السعودية. أهلا وسهلا بحضرتك على عجلة لأن الوقت بيخلص فعلا بتاع الحلقة. اتفضل. ألو السلام عليكم. ربنا يباركك أخت ليديا وأخ يوسف. يباركك الرب. الصوت واطي شوية. الصوت واطي معلش. اتفضل. أنا تركت الإسلام، نشكر الرب، وأدعو المسلمين إلى قراءة الإنجيل بتعمق وتدبر، وقراءة القرآن والمقارنة بينه، فراح يكتشفون أنه يعني إله بيقول عن نفسه أنه خير الماكرين. فماذا يتوقع منه؟ ده صحيح يا أخ نايف. ده تعليق حضرتك. هل عندك سؤال؟ لا نشكركم، بس أنا كان عندي بس دعوة للإخوة المسلمين أنه يقرأوا الإنجيل بتدبر. صحيح جدا. ويحاول يقارن. أمين أمين. نشكرك جدا جدا يا أخ نايف. نشكر رب لأجلك أنك عبرت وعرفت الحقيقة، ورب نور حياتك. لكن فعلا أنا بضم صوتي لصوت حضرتك أنه حلو أن أنا أكون بفتش الكتب وأدور على الحقيقة والحق، وحلو قوي أن أنا أكون بشوف الله من خلال فعلا كلمته. وأيضا أقول له يا رب افتح عيني يا رب عشان أشوف أنت الحق، وأكيد عايزني أمشي في الطريق الحق، وهو الرب هيكشف لنا. طيب احنا في الحقيقة في الدقائق الأخيرة يا أخ يوسف. نعم. احنا في الدقائق الأخيرة في الحقيقة في الحلقة. أيوة. فاضل 5 دقائق، فعايزة في سؤال صغير قوي. في ناس بتؤمن برمزية الكتاب المقدس، برمزية القصص اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، بمعنى هو بيقولوا هو معقول آدم اتخلق من تراب؟ طب هو معقول أن يونان دخل في بطن الحوت؟ هو معقول شعب بني إسرائيل؟ هو معقول القصص اللي في الكتاب المقدس؟ في ناس بتقول ان دي قصص خيالية مش حقيقية. يعني في رد بسيط ومختصر من فضلك. رمزية الكتاب المقدس صحيحة، بمعنى ان الاحداث التي حدثت حقيقية لكنها تحمل معنى رمزي. ويمكن اوضح حاجة في الموضوع ده قصة يوسف. قصة يوسف حقيقية لكن مليانة بالرموز عن كلا الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يبقى إذن الرمزية نعم، أما أن فيها خرافات وفيها أساطير ده كلام عيب عيب عيب. وسيعطي الذين يتقولون مثل هذا سيعطون حسابا
شديدا ورهيبا. مرة في واحد ملك تقي اسمه يوشيا أرى سفر الشريعة فمزق ثيابه، الرب أكرمه. ابنه مع أنه ابن الملك التقي لكنه كان شرير جدا، أرى سفر الشريعة فمزق الكتاب. لما مات، مات مدفون دفن حمار. أنا مش قد ربنا عشان أقع في الله. الناس اللي بيقولوا معقول ربنا يخلق من طين إنسان، معقول يونان في بطن الحوت، عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يخلوا الله على قدهم. صحيح. أنا ما أقدرش أعمل من الطين إنسان طبعا، يبقى الله ما يقدرش يعني. وده اللي بيقوله في مزمور 50 للشرير قال الله، وبعدين يقول له ظننت أني مثلك. لا، الله هو الله. صح. الله هو الله كلي القدرة، وأنا مجرد إنسان ما أضعفني، لكن الله كل ما شاء صنع. إن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. إذن هما بيقللوا من قدرة الله وإعجازه على يعني فعل أمور فائقة الطبيعة، وبيقللوا وبيجعلوا الكتاب المقدس كتاب مجرد فيري تيلز، قصص خيالية، وده حاشا إن هو يكون كده. تمام. لكن هو طبعا كل ما كتب ما مكتوب لأجل تعليمنا. طيب، سؤال شخصي بس على الهوى طبعا. أخ يوسف، ماذا تقرأ دلوقتي في الكتاب المقدس؟ إيه السفر أو المكان اللي أنت بتقرأ فيه دلوقتي؟ دلوقتي أنا بنقرأ في إشعياء. لا، أنا أقصد قراءاتك اليومية. في الحقيقة أنا يعني زي ما بتقول، الكتاب المقدس بقى بالنسبة لي هو فسحتي. أيزنهاور أفتكر قال التعبير ده، قال إن عندما تقرأ الكتاب المقدس كأنك تذهب إلى رحلة سعيدة. أنا شخصيا النهاردة بستمتع باللي قاله دوايت أيزنهاور الرئيس الأمريكي السابق. قال إنك لما تقرأ في الكتاب المقدس كأنك تقوم برحلة ممتعة. أنا كنت عايز أعلق على كلام الأخ الفاضل اللي اتكلم دلوقتي، وأقول إن فعلا لو واحد قعد يناقشني العسل حلو ولا مر، يا عم حلو، أفضل أقنعه بمليون دليل وهو مصر على إن العسل مر، أقول له إيه؟ أقول له دوق. طب دوق، صح، دوق، وإنت أول ما تدوق هتعرف إنه حلو. صحيح. الكتاب المقدس حلو ولا مش حلو؟ طب دوقه، دوقه، امسك بالكتاب وستجد أن الكتاب يمسك بك، مش أنت اللي ماسك بالكتاب. رائع جدا. كم مرة أنهى الأخ يوسف الكتاب المقدس؟ كم مرة قريته؟ ما بقتش عد بصراحة. طيب، ما بقتش عد، بتقعد قد إيه في الوقت، من الوقت تقريبا؟ إحنا عايزين نعرف أكتر عن حياة رجال الله عن قرب، مش أكتر. حقيقة أنا تقريبا الـ 24 ساعة إذا كنت مش نايم أو باكل أو في اجتماع أو غيره فأنا مع الكتاب. يعني زي ما قلت من شوية، أنا ما عنديش فسحة. تقول لي تعالى تفسح، ماشي، بس يعني فسحتي الحقيقية هو أن أمسك الكتاب المقدس. ما فيش أروع. تأثيره في كلمة ونص على حياة حضرتك. تأثير الكتاب في كلمة ونص على حياة حضرتك. تأثير الكتاب في الحقيقة نظفني. يعني الكتاب اسمه كتاب مقدس، وهو فعلا كتاب مقدس، مش بس بيقدس من الشهوات والدنس، لكن بيظبط الفكر، بيدي قيمة للبني آدم، بيرقيه. صحيح. صحيح. فعلا واحد اسمه ره ألف توري قال عندما أجد المؤمنين بالكتاب المقدس أشكر الله من أجلهم، وعندما أجد غير المؤمنين بالكتاب المقدس أقول في نفسي إن هؤلاء يزيدون إيماني في الكتاب المقدس. فالأتقياء اللي بيقروا الكتاب بيزودوا إيماني. صحيح. والأشرار اللي بيكرهوا الكتاب بيزودوا إيماني، لأنه ما أبعد الفارق. صحيح. بين أناس بيظهروا صفات المسيح وآخرين يظهروا صفات أبعد ما تكون عن المسيح. بنشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة. نعم. وبنصدق أن الرب يستخدمك ويكمل استخدامه ليك في قوة وصحة ومعونة، وكل مواهبك تكون لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل العالم. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرم المباشر، ورب معكم.